شكرا جزيلا سيدة علي، السلام عليكم. الحقيقة في المقترح عليا وشكرا أن افتتح الجلسة العلمية. أنا فطرت أنا بحال أخي لسببين، الأول هو طبيعة المداخلة اللي هي قراءة عشاء أردت أن أختم بصوت الهجرة، نستمع إلى صوت المعني بالهجرة، وثانيا بخلفية نفعية 100% نستغل بعض الوقت بكتابي. فشكرا لك على التقديم، وشكرا للمشرفين على هذا اللقاء العلمي، على الدعوة الكريمة القادمة من شعبة الدراسات الأدبية، وسأتعامل فعلا مع النصوص المهاجمة المهاجرات وسأقرأها بهذه الخلفية. طبعا لحسن الحظ أن الموضوع مطبوع وموجود في الكتاب إن شاء الله، ولذلك سأتجاوز المدخل النظري في التعريف، ربما سأخذ منه فقط بعض التعريفات مرتبطة مباشرة بموضوع مداخلتي، وهي القيم هي المبادئ والمقاييس التي نعتبرها هامة لنا ولغيرنا ونطالب بتحقيقها. القيم هي صياغة للسلوك المفضل أو المرغوب، لها صفة البقاء أو الدوام النسبي. القيم هي توقعات سلوكية إيجابية وتفضيلات أقرها جزء كبير من المجتمع، ومن أمثلة هذه القيم كبرى الصدق، الأمانة، العدالة، العفة، العطاء. القيم هي عبارة عن تصورات توضيحية لتوجيه السلوك، تحدد أحكام القبول أو الرفض، وهي تنبع من التجربة الاجتماعية وتتوحد بها الشخصية، وهي عنصر مشترك في تكوين البناء الاجتماعي والشخصية الفردية. سأمر على جزء كبير من هذا الدخول في تفاصيل هذه التعريفات التي أعطيناها، أمر على بعض الأسئلة المرتبطة بموضوع القيم. هناك إشكاليات وأسئلة كثيرة، منها العلاقة بين المحلي والكوني، وهل يمكن الفصل بين القيم ومرجعياتها، أم أن رفض مرجعية معينة هو التزام بمرجعية أخرى بشكل أو بآخر. مثلا حين نتنازل عن مرجعياتنا الدينية أو الوطنية أو العرقية أو الاجتماعية، ألا يعني ذلك أننا نتبنى مرجعية أخرى استطاع أصحابها أن يجعلوها كونية؟ بهذا المعنى كل القيم كونية إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا. في هذه الورقة سنحاول رصد تفاعل المرأة المهاجرة في بلد الاستقبال مع ما يستجد على حياتها من ظروف جديدة وواقع مختلف، وما يحمله من قيم تختلف أو تأتلف حسب كل تجربة على حدة. هل يمكن الحديث عن قيم متشابهة باعتبار وحدة الانتماء الوطني؟ وهذه مسألة مهمة، سنلاحظ أنها مثيرة للتأمل عندما سنقرأ هذه التجارب. عندما نقول مثلا انطلقنا كلنا من وطن واحد، هل هذا يعني أن نكون جميعا نحن نفس القيم؟ كيف تعيش المهاجرة صراع القيم بين البلد الأصل وبلد الإقامة؟ وهل يختلف الأمر باختلاف الأجيال وباختلاف المرجعيات وباختلاف الانتماء الاجتماعي، أم أن الاختلاف شكلي والعمق ثابت؟ أسئلة سنتفاعل معها من خلال قراءة شهادات وتجارب في الهجرة وتحليلها. الأمر الثاني الذي يميز اختياراتنا أننا ركزنا على النساء، وبالتحديد نساء الجيل الأول، وذلك لأسباب كثيرة، أن هذه المرأة هي التي ساهمت في تكوين الأجيال. ومن المهم أن نعرف كيف عاشت محنة اللقاء أو الصدام الأول مع هذا المجتمع الجديد. اعتمدنا في بحثنا هذا على نماذج قامت بجمعها أستاذة نادين يقين، هي مقيمة في ألمانيا من مدة طويلة وتشتغل على هذا الموضوع، وجمعت شهادات كثيرة من النساء، وكان لها حق أن أطرها الدكتور جمال فزة في أن أخذت بعض النماذج واشتغلت عليها في بحث أكاديمي وقدمتها نماذج، وأنا سأشتغل على هذه النماذج التي قمت بقراءتها، وأشكره جزيلا على هذا التأطير، لأنها عندما نقرأ صوت المهاجرة ربما نفهم أشياء كثيرة تضيف لنا ما اشتغلنا عليه. نشتغل نظريا نعم، نحتاج إلى هذا الجو، نحتاج أيضا إلى أن نستمع. إذا شهادة النساء من ألمانيا اشتغلت خلال
حقيقية متشابهة بين المهاجرات لحظة انتقالهن إلى الضفة الأخرى؟ ثانيا، كيف عبرت الشهادات عن هذه العلاقة أو الصدام الأول بين بلد الاستقبال والقيم الأم؟ ثالثا، تجربة الاندماج في بلد الهجرة والتفاعل مع قيم جديدة بين الرفض والقبول. عندنا شهادة أربع نساء: الحاجة زينب، ملكة، حورية، الحاجة سعاد. أنا طبعا لا أستطيع أن أحيط بالمجموعة كلها، ولكن سأحاول أن أركز على أهم ما ورد في هذه الشهادة. إذا السؤال الأول: هل يمكن الحديث عن قيم متشابهة بين المهاجرات لحظة انتقالهن إلى الضفة الأخرى؟ الحاجة زينب هاجرت سنة 1972، كلهم هاجروا في نفس الفترة بداية السبعينيات بمفردها للعمل في إطار مبادرة أشرفت عليها لالة فاطمة الزهراء العزيزية رئيسة الاتحاد الوطني النسوي، يعني أنها انطلقت في إطار مبادرة رسمية للاستفادة من التكوين المهني لمدة 3 سنوات في الصناعة أو التجارة والعودة بعد ذلك إلى المغرب. تقول: كنت في تلك الفترة في مستوى البكالوريا، لم يخطر ببالي إطلاقا أني سأسافر خارج المغرب. أخبرني والدي ذات يوم أني سأسافر إلى ألمانيا. وتصف الحاجة زينب حالة القلق التي انتابتها لكونها لم تفكر يوما في السفر، وهي التي لم تغادر منطقتها من قبل. تقول: فأنا لا أعرف سوى منطقة مديرس الزرغون والكناس، تبعثرت مشاعري وأفكاري ولم يعد بمقدوري التركيز في الامتحان. وفي شهادتها ركزت الحاجة زينب على رغبة والدها في السفر والثقة الكبيرة التي وضعها فيها. هذه التجربة يمكن أن نقرأ من خلالها أن الفتاة زينب كانت في وسط متشبع بالاعتراف بحق الفتاة في التعليم والسفر، وأنها محل ثقة محيطها، بدليل أن الوالد هو الذي وقف يعني على أن تقوم بهذا السفر. بالنسبة لملكة، لم يكن حديثها عن الهجرة مباشرة، هي هاجرت عندها 13 سنة. تقول: نقرأ من هذه الشهادة أن ملكة ذهبت إلى ألمانيا قبل أن تتكون شخصيتها، أو على الأقل قبل أن تعيد ذاتها، يعني بقي عندها 13 سنة، وذهبت لأنها تزوجت من رجل أكبر منها سنا، واضطرت إلى أن تضيف في عمرها لكي يقبل هذا الزواج وتستطيع السفر. إذا نحن هنا نتحدث عن شهادة ملكة التي ولدت في وسط تقليدي زاده بؤس الحياة انغلاقا، فكانت النتيجة أن أصبح الزواج هو الحل رغم صغر سنها. ورغم أنها لا تتذكر كثيرا الكثير من حياتها الأخرى، إلا أنها مشدودة إلى تلك التفاصيل القليلة التي عاشتها، ولكن الدافع الاقتصادي هنا هو الأهم. لا صوت يعني على صوت الدافع الاقتصادي لهذا الرحيل. حورية قدمت إلى ألمانيا وهي 18 من عمرها. تقول في شهادتها أنها هاجرت لأنه تم التغلب بي من طرف عائلة والدي لكسر خاطري، لأنني كنت أجتاز امتحانات البكالوريا في تلك السنة وأجبرني على الزواج من رجل يذكرني ب3 سنوات. أتجاوز الحالة لكي أقول تجربة حورية لم تكن مثل ملكة، لأنها رغم أن العائلة وما تمثل من حماية الفرد تعتبر من أهم قيم مجتمعاتنا التقليدية، إلا أنها في هذه الحالة كانت سيفاً مسلطاً على حورية حكمت عليها حكماً مؤبداً بالمعاناة بدعوى الحماية والبحث. أتجاوز النموذج الرابع لأنتقل إلى الجواب عن السؤال الثاني. اللقاء، أظن هذا أهم شيء في هذه المداخلة، هو الصدام الأول بين بلد الاستقبال والبلد الأم في شهادة المهاجرات. الحاجة زينب رغم أنها قدمت إلى ألمانيا بعد وصولها إلى البكالوريا في إطار بعثة رسمية للعمل، إلا أن تجربة لقائها الأول بالآخر الألماني لم تكن ناجحة بل قاسية، مما ولد عندها رغبة في الانزواء بعيداً. ورغم أنها كانت قادرة على التواصل لغوياً وإثبات نفسها في مواجهة نظرات الاحتقار، ولكنها لم تحاول على الأقل في البداية. زينب تمثل نموذج للشخصية المعتدة بنفسها، وموقفها من بلد الاستقبال كان نابعاً من فهم عميق لنظرة الآخر. تقول: لقد كانوا يتعاملون معنا أننا جاهلات وخاضعات، لقد كنت أحس بالضياع هنا وإنني بدون قيمة، خصوصاً أنني أتيت من بيت كنت أشكل فيه محوراً مهماً. هذا الإحساس يمكن أن يتولد عنه ردود أفعال متضاربة، وقد يؤدي إلى الخضوع للتيار الجارح
زوجها، وهذا ما حدث لزينب. بالنسبة لملكة التي هاجرت وهي في سن 13 من عمرها، قضت 3 سنوات الأولى مع خال زوجها، لأن الزوج كان دائما غائبا لأسباب ذكرناها سابقا على كل حال. تقول في بداية حياتها: كنت أخرج مع خالتي نزهة للتسوق، كنت أحب الحلويات وأسألها أكثر مما رأيت كانت حلالا. سمعت خالتي نزهة تقول إن هناك أشياء كثيرة حرامون. كانت دائما تردد أن الخروج بالشعر عالي حرام، لهذا كنت أضع منديلا يلف رأسي كبصلة. وحين كنا نلتقي بأحد الجيران كنا نقف ونحن ننظر بالقرب إلى أن يمر، كانت هناك حالية كبيرة من المغرب. من شهادة ملكة نلاحظ أن الصدام الأول لم يكن مع الآخر الألماني أو قيمي، كان مع الآخر المغربي. فبالنسبة لحداثة سنها فإنها لم تكن قد كونت بعد ثقافة خاصة اجتماعية أو دينية، ولذلك كانت تتحدث باندهاش كبير عندما كانت تطلب منها أن تتصرف بشكل أو بآخر أو أن تحترم هذه العقيدة. نفس الشيء بالنسبة لحورية، لم تشعر بالغربة لأنها لم تخرج إلى العالم الآخر، كانت حبيسة جدران، وكانت ترى أن المشكل أيضا على الفؤاد. قالت بأنها واجهت مشكلة في الاندماج مع قيم مغاربة قادمين من مناطق أخرى، معنى أنها كانت هناك مرحلة أولى ومرحلة انتقالية، مرحلة ثانية، يعني تخرج من مكان لم تتحرك منه، تنتمي إلى منطقة من المغرب، لها طبعا هناك ما يجمعنا جميعا، ولكن هناك خصوصيات، هناك عادات، هناك تقاليد، هناك حتى فهم مختلف للدين. يعني حتى عندما نقول قيم دينية مشتركة، هذا لا يعني أننا كلنا نفهم الدين بشكل واحد وبنفس الخلفية. شهادة سعاد تقول: قبل أن أصل إلى ألمانيا كنت متخوفة من الألمان، لكني وجدت نفسي أعاني من مجتمع مغربي صغير داخل مجتمع ألماني، لدرجة أنني طرحت على زوجي وعلى نفسي سؤال: ماذا علي أن أتعلم، الريفية أم الألمانية؟ لأن الريف لهم حضور قوي مثلا في ألمانيا. تجربة اندماج في بلد، الهجرة بين الرفض والقبول. سأحاول أن أخذ فقط ختام كل تجربة. استطاعت زينب تجاوز نظرة الاحتقار لأنها استطاعت المحافظة على القيم الشخصية مثل الصبر والثقة بالنفس والشجاعة، وهي صالحة لكل زمان ومكان. ملكة كانت طريقها يعني مناسبة، أخذت طريق مناسب للالتقاء بالآخر. غيرت مكان عملي إلى مستشفى في فرانكفورت، كنت أشتغل في المساء من الرابعة إلى السادسة، كونت صداقات جديدة مع عاملات من البرتغال وإيطاليا، واستطاعت في النهاية أن تندمج بشكل أو بآخر. لأن هناك على كل حال مجموعة من الأفكار الشهادات وبعد ذلك التعليق عليها، أصل إلى الاستنتاجات حتى لا أستغل كلام السيد الرئيس. نعم، بعد هذه الجولة في حيوات مهاجرات من الجيل الأول إلى ألمانيا، يمكن أن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات تخص تجربة الحياة في المهاجر. أولاً، ليست كل القيم متشابهة عند المهاجرات الأرض، ولكن يمكن أن نتحدث عن الحضور القوي للقيم الأسرية باختلاف مظاهرها أو نتائجها، فهي إيجابية بالنسبة لزينب وملكة وسعاد، وسلبية بالنسبة لحورية، ولكن يجمعهن احترام هذه القيمة والوفاء لها. فمثلا تجربة حورية السيئة لم تمنعها من الحفاظ على علاقتها بزوجها رغم الانفصال. الصدام لم يكن فقط مع الآخر الألماني، بل كان أيضا مع الآخر المغربي، تحتاج مهاجرة للتأقلم مع قيم الآخر. كل الشهادات تدل على أن نساء الجيل الأول استطعن كل واحدة من تجربتها الخاصة تجاوز الإكراهات وإثبات وجودهن والنجاح في الاندماج مع عدم قطع حبل الارتباط مع الوطن الأم. أنواع القيم تتحكم في الناس حسب تفكيرهم وظروفهم، والقيم الاقتصادية لما تحمله من هواجس الربح والخسارة حكمت حيوات المهاجرات وأثرت في مسارهن. أختم هذه القراءة بشهادة خاصة حول الجيل الرابع الذي يسارع اليوم من أجل حياة أفضل. في زيارتي أخيرة لألمانيا، حدثتني سيدة مغربية تدرس اللغة العربية في إحدى المؤسسات الثقافية والدينية المغربية
عن أمر مهم يتعلق بالفرق بينها وبين أبنائها الذين ولدوا في ألمانيا. أعترف أنني في الأحداث الأخيرة في غزة تقول أعترف أنني أتردد في النشر حول ما يحدث في غزة بسبب ما نتعرض له من مضايقات تصل أحيانا درجة الخوف. بالمقابل لم أستطع منع ابنتي من التعبير عن رأيها ورغم أنها تعرضت للتهديد واتهمت معاداة سامية، ولكن لأنها تحدثت ابنتها تقول بأنها تحدثت معها بمنطق انتمائها إلى ألمانيا، تقول لها أنا تربيت على منطق الدفاع عن رأيي ومن حقي أن أعبر عن رأيي ولو كانت ضد الجميع، وأن حقوق الإنسان مبدأ لا يتجزأ وأنها لن تتنازل عن قيم الحرية وحق الآخرين. حديث هذه السيدة يكشف عن صورة مستقبلية سيكون أبطالها هؤلاء الأبناء الذين شحنهم الغرب بمجموعة من الكليشيهات المرتبطة بحرية التعبير، فطبعاً ما هو إيجابي ما هو سلبي، ولكن هم استخدموا هذا السلاح أو أصبحوا يعبرون.